أكد الجهاز الوطني للإيرادات استمرار البرنامج المكثف لورش العمل والفعاليات التعريفية الخاصة بالقيمة المضافة الذي بدأ تنظيمه بداية ديسمبر الماضي قبل بدء سريان القيمة المضافة الفعلي في الأول من يناير الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج لن يتوقف عند هذا الحد بل سيتابع أنشطته ويتم التوسع فيه ليشمل معظم القطاعات الحيوية في المملكة. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها الجهاز الوطني للإيرادات للمعنيين في قطاع تقنية المعلومات بهدف التعريف بكافة الآليات والجوانب الفنية والتنظيمية حرصا منها على تحقيق التطبيق السليم. وقد قام المعنيون في الجهاز الوطني خلال الورشة بإطلاع ممثلين عن عدد من شركات تقنية المعلومات على كافة الجوانب المتعلقة بالقيمة المضافة خاصة ما يختص بقطاع تقنية المعلومات. ونوه الجهاز بمدى أهمية تضافر الجهود كافة لكافة الأطراف المعنية لإنجاح المرحلة التجريبية لانطلاق القيمة المضافة وزيادة وعي وإلمام الشركات المسجلة لأغراض القيمة المضافة بالجوانب الفنية والإجرائية خلال هذه المرحلة. وجدد الجهاز الوطني للإيرادات دعوة المستهلكين وقطاع الأعمال للتواصل وطرح الاستفسارات حول كل ما يتعلق بالقيمة المضافة أو الإبلاغ عن أي مخالفة.